أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألا لعنة الله على الظالمين صدق الله العلي العظيم. الفاحشة المصدر الفحش، الفحش معناه الفعل أو القول القبيح جدا، هذا يسمى فحشا. اسم الفاعل يكون فاحش، المؤنث فاحشة، ولكن هذه الكلمة استعملت في القرآن الكريم في آيات عديدة بمعنى المصدر، بمعنى أصل الفعل، بمعنى الفحش، بمعنى الفعل القبيح جداً. لا بمعنى الشخص، اسم الفاعل شخص، بني لبيان شخص اتصف بعمل. كلمة فاحشة في القرآن الكريم في آيات عديدة استعملت بمعنى الفحش، بمعنى الفعل نفسه، الفعل القبيح جدا. ولكن هناك آية عجيبة جدا، آية يلزم أن نرى تفسيرها. الله عز وجل يقول: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. آية عجيبة جدا جدا جدا. هؤلاء كيف برروا فعلهم الفاحشة؟ كيف برروا؟ برروه بتبريرين: وجدنا عليها آباءنا، هذا تبرير نفهمه غلط ولكن نفهم أنهم كانوا يبررون هكذا تبرير. التبرير الثاني غريب: والله أمرنا بها. هل يوجد قوم، هل توجد فئات، أقوام
تأتي بالفواحش المألوفة في أذهاننا وتقول الله أمر بهذه الفواحش؟ لا يوجد. يعني يوجد مثلا قوم فئة تبرر أجلكم الله الزنا، تبرر شرب الخمر، هذه فواحش، تبرر هذه الأفعال بأن الله أمر؟ لا يوجد هكذا قوم، لا توجد هكذا فئات. تعرفون فئة على مر التاريخ تأتي بهذه الفواحش وتقول الله أمرنا بهذه الفواحش؟ ربما الإنسان لا يعرف أصلا ولا فئة واحدة. فإذن أي فاحشة هذه التي تتحدث عنها الآية المباركة؟ هذه الفاحشة، هذا العمل الفحش، هذا العمل القبيح جدا، هو ليس مثل شرب الخمر وهذه الأعمال، لا. المقصود من الكلمة هذه في هذه الآية المباركة هو اتباع أئمة الجور كما في الحديث الشريف. هؤلاء فعلوا فاحشة، يعني ماذا؟ يعني اتبعوا أئمة الجور وبرروا ذلك بتبريرين. التبرير الأول وجدنا عليها آباءنا، التبرير الثاني وهو الأقبح والأسوأ، قالوا الله أمرنا بها، والله عز وجل يكذبهم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه فحشاء، هذه فاحشة. القرآن الكريم يسمي اتباع أئمة الجور فاحشة في هذه الآية المباركة. الله لا يأمر بالفحشاء، الله أمركم أن تتبعوا أئمة الجور، أئمة الظلم، أئمة الطغيان؟ لا، الله لا يأمر. اتباع أئمة الجور فاحشة، نعم، من أفحش الفواحش. الفاحشة ما هي؟ العمل القبيح، الفعل، لا عفوا، الفعل القبيح جدا، يعني أشد القبائح تسمى فاحشة. هذه من أشد الفواحش، من أفحش الفواحش، من أقبح القبائح، اتباع أئمة الجور. لا، ليس من، اترك كلمة من، اتباع أئمة الجور هو أفحش الفواحش، هو أقبح القبائح، بدون من، لا أقول من أفحش. لماذا؟ لأنها تجر كل الفواحش. اتباع أئمة الجور يعني الدخول في كل الفواحش، يعني الدخول في كل القبائح الشديدة جدا. البعض يقول أنه أنا أعرف بعض الأشخاص منحرفين في مجال العقيدة يتبعون أئمة الجور، ولكن الشخص إنسان أمين، إنسان خلوق، عنده صدق، صدوق لا يكذب، إنسان تعامله مع الناس تعامل حسن، هل يعقل أن هذا الشخص يدخل إلى نار جهنم مع أن أعماله أعمال جميلة؟ لعل أعماله تكون أجمل أفضل من أعمال بعض المؤمنين، هذه الأعمال كلها تذهب هباء منثورا، لا يعقل.
أولا لست أنت ولست أنا من يحدد العمل القبيح والعمل الجميل، لست أنت ولست أنا من يحدد العمل المقبول والعمل المرفوض، العمل الصحيح والعمل الباطل، لا، الله يحدد، ليست بإرادتي وإرادتك، بإرادة الله عز وجل وحكمته عز وجل. هذه الأعمال التي تراها جميلة مقبولة يعقل أن الله عز وجل يدخله نار جهنم؟ يعقل أن الله عز وجل لا يتقبل عمله؟ القبول ليس لي ولك، ليس من حقنا أن نقول هذا الشيء في الدين. أي عمل المقبول؟ الله يقول. أي عمل المرفوض؟ الله يقول. لست أنا وأنت. عنده انحراف ولكنه صدوق، ممكن أن صدقه لا يقبل؟ نعم ممكن. إنسان أمين، هذه الصفة، هذه الحالة، أنه أمين، عنده أمانة، هذا لا يقبل؟ نعم ممكن، ممكن أن لا يقبل. القبول ليس لي ولك، يلزم أن نرى الآيات القرآن، الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، نرى أنها تدل على قبول هذا العمل أم لا. أمثل لكم بعض الأمثلة. لاحظوا شخص يصلي بدرجة عالية من الخشوع والخضوع ولكنه بدون وضوء، يعقل أن صلاته ترفض؟ نعم يعقل، صلاته مرفوضة، صلاته باطلة، صلاته غير مقبولة. هذا خشوعه أكثر من خشوع ذاك الشخص الذي صلى بوضوء، فليكن. شخص يصلي بخشوع بتوجه ولكن يصلي صلاة الظهر ست ركعات، بدل أن يصليها أربع ركعات يصلي ست ركعات، حالة من الروحانية، يريد أن يستزيد. مثل ذاك أجلكم الله، أجلكم الله السكران الذي صلى صلاة الصبح ثلاث ركعات، قالوا له هذه ثلاث ركعات صلاة الصبح ركعتان، قال أنا اليوم وضعي زين، تريدين أصلي لكم أكثر أيضا صلاة. لا أقول ذاك، ذاك أجلكم الله كان مجرم سكران أجلكم الله. لا، شخص يصلي بخشوع يصلي صلاة الظهر ست ركعات، يعقل أن صلاته لا تقبل؟ نعم يعقل، صلاته غير مقبولة، صلاته باطلة أصلا. شخص يصلي بكامل الأجزاء والشرائط ولكن بدل أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة يتوجه إلى إسرائيل، يتوجه إلى الفاتيكان في صلاته، يعقل أن صلاته ترد؟ نعم صلاته ترد قطعا يقينا. أنت ترى خشوعه، الله عز وجل هو الذي يحدد هذه الصلاة مقبولة أم باطلة. يصوم بدل أن يصوم في نهار شهر رمضان يصوم في الليالي، يعقل أن صيامه يرفض؟ نعم يرفض صيامه، الله عز وجل جعل ضوابط، جعل قواعد، حدود، تعمل ضمن هذه الحدود صلاتك، صيامك، عملك، أيا كان عملك العبادي الفردي أو عملك العبادي الاجتماعي، صدقك، أمانتك، كل هذه الأعمال ضمن هذه الضوابط، هذه أطر، نعم عملك مقبول. خارج عن هذه الأطر عملك باطل، عملك لا ينفع، سواء الصلاة أو الأمانة، سواء الصيام أو الصدق، لا فرق. الله عز وجل يريد عملا صالحا ضمن الإطار، لا يريد عملا صالحا كما تشاء. عنده صدق فليكن عنده صدق، عنده أمانة فليكن، إنسان تعامله مع الناس حسن، أخلاقه حسنة فلتكن، لا قيمة لها،
إذا خارج حدود إرادة الله عز وجل، إذا خارج الحدود التي بينها الله عز وجل، العمل باطل. نعم باطل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فلن يقبل منه. أي إسلام من هذا؟ هو الإسلام الذي قال الله عز وجل عنه: ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل ما قال لا يقبل، قال لن يقبل. لن لنفي الأبد، إلى أبد الآبدين لا يقبل عمله. نعم لا يقبل عمله، ليست بإرادتك وإرادتي، إرادة الله عز وجل، حكمة الله عز وجل. ثانيا في قبول العمل هذا، ثانيا الجنة والنار جنة الله، النار نار خلقها الله عز وجل. من يدخل الجنة من يدخل النار؟ أنا وأنت نعين. كم هذا مضحك. الله عز وجل يعين، الله عز وجل يقول من يدخل الجنة من يدخل النار. فلان شخص عنده أخلاق كذائية، عنده عظمة سياسية، عنده عظمة اقتصادية، عنده عظمة في إنجازاته، فليكن. حقا مضحك. أنا وأنت البشر كلهم لا يتمكنون أن يديروا أبسط أمورهم، أبسط أمورهم لا يتمكنون أن يديروها. لماذا؟ لأنه لا يعرفون، لا يعرفون الحدود. يا أخي فيروس صغير لا يتمكن أن يبعده عن نفسه، جلطة صغيرة تنهي حياته كليا، ويمتلك من القدرات ما يمتلك، جلطة صغيرة لا يتمكن أن يدفعها عن نفسه. آلاف السنوات البشر يحاول لا يتمكن، لأنه لا يعرف الحدود. هم صغير، هم يريد أن لا يصيب قلبه هم، يتمكن؟ لا يتمكن. يعني أبسط حدود الدنيا الضيقة الصغيرة لا يعرفها، يريد أن يعين الضوابط لله عز وجل. أي جهل هذا؟ لا يعقل أن فلان لا يدخل الجنة. نعم يعقل، يعقل أنه لا يدخل الجنة، يدخل قعر جهنم ممكن، ليست بإرادتك أنت، من ما تعرف أنت أصلا الدنيا الضيقة لا تعرفها، تعرف الآخرة العظيمة؟ لا، هذا الشخص عظيم، فليكن عظيم في عينك. هذا العظيم في عينك، هذه العظمة كلها في الدنيا، هذه لا شيء عند الله. لا أقول لا شيء عند الله، لا شيء عند ملك صغير، لا أقول جبرائيل سيد الملائكة، لا، ملك صغير. هذه العظمة عندك شيء تافه. إنجازات عظيمة، إنجازات عظيمة يعني ماذا؟ هذا عندك عظيم، عند الله لا، حتى عند ملك هذا شيء تافه، تافه. يضحكون على عقول البشر، الملائكة العاديون. تريد أن تعين ضوابط قوانين لله، من يلزم أن يدخل الجنة، أن يدخل الجنة، من يلزم أن يدخل النار؟ عظيم عند الله عز وجل أخلاق رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على هذا الذي لا يفهمه أهل الدنيا. أخلاق عظيمة، نعم هذا عظيم. الذي تراه عظيما والذي أراه عظيما تافه، توافه. هذه لأجل هذه التوافه يلزم أن يدخل هذا الشخص إلى الجنة؟ لا، لا يدخل الجنة. الله يقول من يدخل الجنة ومن يدخل النار. معقول أن هذا؟ نعم معقول. القرآن الكريم يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي عمل؟ العمل السيء لا يحتاج أن يجعله هباء منثورا، هو سيء. العمل الذي أنا وأنت نراه عملا جميلا، هذه الأعمال
العبادات التي شكلها عبادات ونحن نرى أنها عبادة جميلة. الله كان يصلي يبكي في الصلاة بدون شرط القبول، بدون الأساس، يعني صلاة بلا وضوء، يعني صلاة بدل أن تكون باتجاه الكعبة المشرفة تكون باتجاه إسرائيل والفاتيكان، يعني هذه. فجعلناه هباء منثورا. كفى، أقرأ لكم بدلا أن أتكلم أنا، أقرأ لكم حديثا شريفا، كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو الجميل. حديث شريف يرويه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي، تتمة الحديث الشريف موجودة في كتاب أمال الشيخ الطوسي. عبد الله ابن أبي يعفور من الخيرة يقول: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا، لكن لهم أمانة وصدق ووفاء. يقول: يكثر عجبي، أعجب بهؤلاء، صحيح أنه لا يتولونكم، يتولون فلانا وفلانا، ولكن عنده أمانة، عندهم أمانة صدق وفاء، وعلى خلاف ذلك بعض شيعتكم ما عندهم تلك الدرجة من الوفاء، من الصدق، من الأمانة. إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا، لهم أمانة وصدق ووفاء، وفي المقابل وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق. يقول عبد الله ابن أبي يعفور: فاستوى الإمام أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام جالسا فأقبل علي كالغضبان، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله. ذاك لا دين له. أنت تقول يكثر عجبي من هؤلاء، ذاك أصلا لا دين له. ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله، ذاك لا دين له. ذاك الذي دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله، إمام ما جعله الله عز وجل إماما، إمام جائر يتولاه، ذاك لا دين له. وهذا الذي يتولى إماما عادلا من الله عز وجل هذا لا عتب عليه. طبعا الإمام عليه الصلاة والسلام هكذا كلام لا يقوله لأي شخص. عبد الله بن أبي يعفور شخصية راقية، يفهم، يستوعب، يتحمل. يقول عبد الله بن أبي عفور، يقول: قلت مستغربا: لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء. نعم، إيه اللي سمعته صحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا تسمع لقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ يعني الإمام يقول صلوات الله عليه: يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة. الله يخرج هؤلاء من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة، إلى نور المغفرة. نسأل الله التوبة، نسأل الله المغفرة. لماذا الله يخرج هؤلاء من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة؟
لولايتهم كل إمام عادل من الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقابل أولئك الذي قلت أنه عنده أمانة، عنده صدق، عنده وفاء، وقال الإمام يقول، ينقل كلام الله عز وجل ويعلق، وقال يعني وقال الله عز وجل: والذين كفروا، كفروا من هم؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. من هؤلاء الذين كفروا؟ الكفار، الكفار أساسا ما عندهم نور، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني ماذا؟ عند نور الكافر أصلا ما عنده نور. من هو المقصود؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: إنما عنا، الله عز وجل عنا، قصد بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام، فلما تولوا كل إمام جائر ليس من الله عز وجل خرجوا بولايتهم إياه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر. النتيجة ما هي؟ النتيجة الآية تقول: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: فأوجب الله لهم النار مع الكفار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ابن أبي يعفور يقول: قلت ما العلة أن لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟ لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: كم هذه الكلمة جميلة، حسب تعبير المناطق، قضايا قياساتها معها روعة روعة روعة. هالكلمة ما العلة؟ لماذا لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟ لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام، الكلمة كم هي جميلة: لأن سيئات الإمام الجائر تغمر حسنات أوليائه، وحسنات الإمام العادل تغمر سيئات أوليائه. اللهم صل على محمد وآل محمد. تغمر يعني تغطي، يعني تغرق. يا أخي، شخص عنده ذنوب، يعني ماذا؟ يعني أوساخ، أوساخ القلب، أوساخ الأعمال، قذارات، أجلكم الله جميعا. هذا الشخص تجعله في بحر من النظافة، في بحر من التنظيف، في بحر من النقاوة. حسنات الإمام العادل بحر، بحر من التنظيف، بحر من التطهير والتقديس. هذا الشخص الذي عنده بعض الأوساخ، اجعله في هكذا بحر، اجعل هذا البحر يغمره، يغطيه، تبقى من أوساخه شيء؟ لا تبقى. هذا بحر التنظيف. في المقابل إمام الجور، مركز، أجلكم الله، أجلكم الله، القذارات، القذارات العملية، القذارات الخلقية، يعني أجلكم الله، أجلكم الله جميعا، المجاري، مجاري أجلكم الله النجاسات، أجلكم الله جميعا، مجاري القاذورات. اجعل شخصا عنده ملابس نظيفة، فيه مر، خل اجعل هذا المركز أجلكم الله للقاذورات، تغمره، تغطيه، تبقى على ملابسه ذرة نظافة؟ لا تبقى. الإمام العادل والإمام الجائر، هذا الفرق بينهما. هذا الذي يوالي إماما عادلا، هذا الشخص ألقيته في وسط بحر من النظافة والنزاهة والطهارة، لا يبقى عليه شيء.
هذا الأساس. الأساس الباطل يؤدي إلى شيء باطل. الطريق الذي منحرف عن الجادة الصحيحة لا يؤدي إلى الجنة، لا يمكن أن يؤدي إلى الجنة. معادلات حقيقية يا أخي، طريق الجنة فرضا من هنا كتصوير، طريق آخر من هناك، هذا ممكن أن يؤدي إلى الجنة؟ لا يمكن أن يؤدي إلى الجنة. الشجرة السيئة حسب تعبير القرآن الكريم، الشجرة الملعونة، الشجرة الملعونة ممكن أن تثمر ثمارا حسنة؟ لا يمكن، هذا أساس ملعون، أساس سيء. الشجرة الطيبة مثله كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا شيء طيب. عندما تدخل تحت شجرة طيبة أيا كنت تأخذ ثمارا طيبة. لتعليق بعيدا عن هذا الكلام، بين قوسين أقول هذه التعليقة، كلمة ابن أبي يعفور شخصية عظيمة، يريد أن يفهم أن يستوعب، ولكن كلمة سيئة قيلت للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذه كلمة سيئة. ماذا قيلت؟ قيلت للإمام الصادق أن بعض أتباعكم ما عندهم ذلك الولاء، ذلك الوفاء، ذلك الصدق، تلك الأمانة. هذه كلمة سيئة تجرح. بسبب من؟ بسبب بعض الناس من شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين لا يراعون هذه الأمور. هذه كلمة تجرح، تجرح قلب الإمام. بسبب من؟ بسببي أنا والعياذ بالله تعالى، بسبب أمثالي. لا نكون سبب أن يقال لإمام زماننا أن بعض أتباعكم هؤلاء ما عندهم وفاء. بسبب ماذا؟ بسبب شهوات سريعة الزوال، بسبب قوة غضبية لا أضبطها. عيب علينا، عيب. شخص الله عز وجل أنعم عليه هذه النعمة الكبيرة يكون سببا لأن يقال لإمام زمانه هذه الكلمة. نحن أولى بهذه الصفات، هذه صفات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الصفات الحسنة، الأعمال الحسنة، مركزها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نحن أولى بها. لا نكون سبب أن يقال للإمام عليه الصلاة والسلام مثل هذه الكلمة لأجل شيء تافه دنيوي. اترك الدنيا، اعتني بنفسك، اجعل نفسك مرضيا عند إمامك بأعمالك. هذه الأيام القادمة، في هذا الأسبوع القادم، أيام إظهار أساس من أسس الدين، إظهار البراءة من أعداء أهل البيت، البراءة من أعداء أهل البيت من أسس الدين، خصوصا اليوم التاسع من ربيع الأول الذي ورد في الحديث الشريف استحباب تأكيد إظهار الفرح في هذا اليوم العظيم، يوم التاسع من ربيع الأول، ومن التاسع إلى الخامس عشر من ربيع الأول. هذه أيام مناسبة جدا لهذا الأساس، إظهار هذا الأساس، إظهار البراءة، طبعا كل بطريقته في أجوائه. الله عز وجل يقول:
ألا، الآية المباركة التي توجنا بها الحديث، يقول الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، ألا يعني ماذا؟ ألا من جملة معانيها، هذه الأداة من جملة معانيها التنبيه. يعني مرة أنت تريد أن تتجاهر بشيء يسمعك الناس، تقول كلمتك بصوت عال. مرة تريد أن يسمعك عدد أكبر ينتبه يلتفت إلى ما تقول، ماذا تقول؟ تقول: انتباه انتباه، الكل ينتبه، تقول كلمتك. ألا هذا معنى من معاني أداة ألا، التنبيه. يعني أيها الناس انتبهوا انتبهوا، الله هكذا يقول، يعني معنى هذه العبارة: انتبهوا أيها الناس. نعم نستمع. لعنة الله على الظالمين. الظالمين، فكيف بأكبر الظالمين، أسوأ الظالمين، الذي يظلم الناس العاديين، هذا ظالم، فكيف بمن يظلم آل رسول الله، بمن أحرق دار رسول الله صلى الله عليه وآله، بمن قتل بضعة رسول الله، كيف بهؤلاء؟ ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في قلوبنا حب محمد وآل محمد، وحب أوليائهم، وبغض أعدائهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.